هلا والله فيكم حلقة جديدة من توب 10. عنوان الحلقة أفخم ألعاب في الحجم. في هذه الحلقة من توب 10 راح أذكر لكم أفخم ألعاب من ناحية المساحة التخزينية. طبعا بعض الألعاب بتكون على أكثر من جهاز، عشان كذا راح أذكر الحجم الأكبر من بين الأجهزة. قبل ما نبدأ لا تنسون تضغطوا اللايك واشتركوا بالقناة، وخلونا نبدأ. في المركز العاشر معنا لعبة Uncharted 4 A Thief's End. سلسلة Uncharted حصرية بلاي ستيشن من تطوير استوديو نوتي دوغ، أصدر الجزء الرابع من السلسلة، وهي الفصل الختامي للسلسلة، وهي أول لعبة من سلسلة تصدر على جهاز بلاي ستيشن 4، فمتوقع أن حجمها يكون كبير. اللعبة غنية عن التعريف، وأحد أهم ألعاب لجهاز بلاي ستيشن. صحيح أنها صارت مشاكل في التطوير مثل خروج الكاتبة إيمي هينينغ والمخرج جاستن ريكموند، لكن برغم من هذه اللعبة كانت ممتازة من ناحية التقييم والأداء التجاري. حققت مبيعات 2.7 مليون عالميا في أول أسبوع لها. حجم اللعبة 53 جيجا بايت. في المركز التاسع معنا لعبة Grand Theft Auto 5. لعبة Grand Theft Auto 5 من تطوير Rockstar، اللعبة اللي ما تحتاج تعريف، فيها طور قصة وطور أونلاين. كان مفترض أن احنا نشوف إضافات القصة، لكن بعد النجاح الكبير الأونلاين شكله ملغوا الفكرة نهائيا. اللعبة حتى الآن تتصدر في المبيعات الشهرية. الجزء هذا صدر في البداية على أجهزة الجيل السابق Xbox 360 والبلاي ستيشن 3، فالحجم ما كان مشكلة أبدا. لكن في سنة 2014 أعلن عن نسخة محسنة من ناحية الرسوم وإضافات كثيرة لأجهزة الجيل الحالي. من هنا امتد عمر اللعبة إلى النهائي. اللعبة حجمها 76 جيجا بايت. في المركز الثامن معنا لعبة The Elder Scrolls Online. لعبة Elder Scrolls Online من نوع MMORPG ومن تطوير شركة بيثيستا، أول لعبة أونلاين لهذه السلسلة، وفيها عوالم ضخمة للاستكشاف. اللعبة صارت تحديثات كثيرة وإضافات ضخمة، واللي ساملت سمر إلى الآن، وبالذات تحديث The Morrowind واللي مزاد من حجم اللعبة بشكل كبير. نتمنى بس أن الجزء الجديد يكون بهذه الضخامة، وأكيد جلتشات أقل، ولو أن هذا شيء مستحيل في ألعاب العالم المفتوح، خصوصا ألعاب بيثيستا. حجم اللعبة 90 جيجا بايت. في المركز السابع معنا لعبة Halo 5 Guardians. سلسلة هيلو حصرية الإكس بوكس، أحد أهم ألعاب المنظور الأول. الجزء الخامس ما كان بالمستوى المطلوب، وواجه مشاكل وانتقادات كثيرة بخصوص طور القصة بالذات. لكن الحملات الدعائية للقصة كانت مختلفة تماما عن اللعبة الفعلية، وطور الأونلاين على العكس كان ممتاز، وبالذات طور الوارزون. هذا الجزء يعتبر أضخم جزء من ناحية الحجم، حتى أضخم من حجم ماستر شيف كولكشن واللي كان حجمه 87 جيجا بايت. يمكن هيلو 5 ما كانت قد الطموحات، لكن واضح الجزء الجاي راح يرجعون لجذور السلسلة. نتمنى أن السلسلة ترجع مثل الأول. حجم اللعبة 91 جيجا بايت. في المركز السادس معنا لعبة Middle Earth Shadow of War، ويعتبر الجزء الثاني من لعبة Middle Earth من تطوير استوديو مونوليث. الجزء الأول كان ممتاز جدا وحصل على تقييم رهيبة، والكثير مدح نظام النمسس اللي زاد من قيمة الأعداء، بس الجزء الثاني ما حصل اهتمام مطلوب. صحيح انها قدمت عالم اكبر واسلحه اكثر وطورت في نظام النمسس، بس اللي خرب اللعبه هو نظام المايكرو ترانزاكشنز واللوت بوكس، حتى ان الشركه قررت بعدين انها تلغي هذا النظام، لكن بعد ما الجمهور فقد اهتمامه باللعبه. حجم اللعبه 97 جيجا بايت. في المركز الخامس معنا لعبه كول اوف ديوتي. مع اصداراتها المستمره سنويا السلسله حجمها يكبر مع كل جزء، خصوصا جزء بلاك اوبس 3 يعتبر اضخم جزء من ناحيه المساحه التخزينيه مع كل الاضافات، واكيد بلاك اوبس 4 بيكون أضخم لو نزلت إضافات جديدة. مع كل جزء الخرائط تكبر وتزيد، وتنوع الأسلحة يزيد، والشخصيات بأنواعها تكون أكثر، فشي طبيعي أن مع كل سنة اللعبة يزيد حجمها. أكيد مع الجزء الجديد اللي بيصدر في عام 2019 واللي بيرجع مع طور القصة حسب كلام مطور، فما نتخيل كم بيكون حجم اللعبة. حجم اللعبة الآن 101 جيجا بايت. في المركز الرابع معنا لعبة Quantum Break. هذه اللعبة من تطوير استوديو ريميدي المعروف بألعاب مثل Max Payne وAlan Wake. دائما هذا الاستوديو متميز في تقديم الألعاب الأكشن القصصية. لعبة Quantum Break هي شراكة ما بين الاستوديو ومايكروسوفت لإصدارها بشكل حصري على الإكس بوكس. تم تطويرها بميزانية ضخمة لأنها اعتمدت بشكل كبير على ممثلين سينمائيين، وتم تصوير حلقات فعلية عشان تكون من ضمن القصة. حجم اللعبة أول ما اصدرت كان 44 جيجا بايت، وبعد إصدار تحديثات كثيرة صار حجم اللعبة 102 جيجا بايت. طبعا هذا الحجم بدون الحلقات اللي تقدر تحملها وهي اختيارية. في المركز الثالث معنا لعبة Red Dead Redemption 2. اللعبة غنية عن التعريف، حصلت على جوائز كثيرة وترشحت للعبة السنة في عام 2018، لكنها ما فازت. اللعبة ضخمة، بما انها جزء ثاني فطبيعي انها تكون اضخم من الجزء الاول. اللعبة تمتلك جرافيكس رهيب وانيميشن وحركات واقعية لدرجة ان البعض قام يشتكي من هذا الشيء. حجم اللعبة 107 جيجا بايت. في المركز الثاني معنا لعبة Final Fantasy 15. هي لعبة عالم مفتوح خيالية من تطوير سكوير إنكس، وبدأت عملية تطويرها عام 2006 على اساس جزء سبين اوف للعبة Final Fantasy Versus 13. كان المفروض أن تصدر على جهاز بلاي ستيشن 3. بعد 6 سنوات من التطوير تغير من جزء سبين اوف الى جزء اساسي بالسلسله، وغيروا المخرج من نمورا الى هاجيمي تاباتا، ونقلوا اللعبه الى الجيل الحالي. حجم اللعبه 110 جيجا بايت. والان نروح للمركز الاول. هي حصريه الاكس بوكس 1 لعبه جيرز اوف وور 4. اكيد الكل كان متوقع لعبه عالم مفتوح، لكن لا،
Gears of War 4 تفوز بمركز أول كأضخم لعبة حاليا من ناحية المساحة التخزينية. اللعبة تمتلك جرافيكس قوي ومساحات كبيرة وأسلحة متنوعة، غير أنها تسعى لتحديثات مستمرة من أول ما أصدرت على جهاز الإكس بوكس. طبعا لأنها حصل إضافات كثيرة فممكن كل شخص يحصل على حجم مختلف للعبة، لكن اللعبة تبدأ من حجم 121 جيجا بايت، هذا حجمها الأساسي، والبعض ممكن لو أخذ كل شيء باللعبة من ناحية الإضافات وهذه الأشياء راح يوصل حجمها إلى 250 جيجا بايت. وهذا كان توب 10 لهذه الحلقة، عطونا رأيكم بالألعاب وأيضا هل في ألعاب ثانية تعرفون أنتم ما ذكرناها حجمها يكون كبير. يعطيكم العافية في المتابعة، كماكم فهد الشيحة، مع السلامة.